Every night in my dream, I see you, I feel you. بس يا بابا، بس يا حبيبي، سوق وانت ساكت. قطاني صار اسألك سؤال. اسأل اسأل. هي ليش سموها التيتانيك؟ سموها باسم تيتانيك لأنها تعني المارد، يعني السفينة ما تغرق. يعني ما تغرق؟ ما تغرق أبدا؟ أبدا. السفينة تغرق، السفينة قطان تغرق. قطان سمعتك، وين قطان راح؟ قطان. Every night in my dream. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامج السرداب. الصيف بدأ وحضرتك لازم تسافر، طبعا هي أوامر المدام، so there is no objection، ما تقدر تعترض. المهم هالمرة فكرت أن السفرة بتكون غير، فمثل أي واحد محتاج رحت حق عمك جوجل وكتبت فيه أجمل الرحلات البحرية اللي هي رحلات الكروز. بس المشكلة عمك جوجل خانك وعطاك توبك من التوبكس اللي على حسب السيرش مالك مكتوب فيه أسوأ رحلة بحرية سفينة التيتانيك. فدشيت وقريت عنها وبدت تتخيل في مخك، وإحنا عارفين طبعا عن شنو نتخيل، فعصبت وصكيت اللابتوب وخفت على روحك وخفت على المرأة وطقيت تذكرة ورحت أنت وياها قعدتوا في دبي. موضوع التيتانيك موضوع مو جديد، الكل تكلم فيه، بس انا اليوم جاي اقول لك شنو اللي انت ما تعرفه. بس بالبداية خلني اتكلم عن السفينه باختصار وعن الحادثه باختصار، وبعدين بقول لك اللي انت ما تعرفه. سفينه التيتانيك اكبر سفينه صنعها البشر، تحديدا 31 مارس 1911. لما اقول لك اكبر سفينه صنعها البشر انا مو قاعد امزح، هي فعلا اكبر سفينه صنعها البشر في ذاك الوقت. يعني احنا نتكلم عن وزن أكثر من 52 ألف طن وطول أكثر من 882 قدم، أي بما يوازي عمارة من 11 طابق، لك أن تتخيل الحجم. طبعاً السفينة كانت تابعة حق شركة وايت لاين ستار اللي يملكها جي بي مورغان، وتذكروا هاي الاسم جيداً وتذكروا الشنب ماله لأن احنا بنرجع له بعدين. وكانت أول رحلة حق سفينة تيتانيك في 10 أبريل 1912 من ميناء بيلفاست في بريطانيا إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي. كان عدد المسافرين على هاي الرحلة 2200 شخص مع الطاقم. الرحلة استمرت 4 أيام فقط، لأن في اليوم الرابع تحديداً 14 أبريل 1912 عند الساعة 11:40 دقيقة اصطدمت التيتانيك بجبل جليدي مما أدى إلى إغراقها. هني خلوني أقول لكم شيء يمكن ما تعرفونه بس يعبر عن الآيروني اللي هي سخرية القدر. عشان سبب تافه راحوا ضحيتها وايد ناس. سعة سفينة التيتانيك من قوارب النجاة المفروض تشيل 48 قارب نجاة، أي بما يمكن أن ينقذ حياة 3300 شخص. بس الشركة قررت في أول رحلة لها للسفينة دي تأخذ 20 قارب نجاة فقط. ليش؟ لأن عدد القوارب ممكن يعيق نظر الراكب عن جمال المحيط. يا نهار اسود يا نهار اسود. وهاي السبب اللي راح ضحيته 1500 شخص غرقا في المحيط الأطلسي ونجاة أكثر من 700 شخص. انزين، هنا عند المصيبة الأكبر اللي أدت إلى وفاة كل هالأشخاص اللي هي المؤامرة. أقول لك المؤامرة باختصار إن السفينة اللي غرقت مو بالتيتانيك. أبو حميد والله شكلك بديت تخرف. لا أنا مو قاعد أخرف، فعلا السفينة اللي غرقت مو بالتيتانيك. إيه هي؟ سفينة أولمبيك اللي تابعة حق شركة وايت لاين ستار. وأثناء صناعة سفينة تيتانيك كانت سفينة أولمبيك في رحلة بحرية في تاريخ 20 سبتمبر 1911 وتعرضت إلى حادث عميق أدى إلى جرح بدن السفينة. الحادث كان مع سفينة حربية بريطانية بعنوان HMS Hawk على سواحل جزيرة وايت البريطانية. لما رجعت سفينة أولمبيك للميناء وفحصوها تبين أن تصليح الأضرار جدا غالي،
بالإضافة إلى الفواتير القانونية المستحقة على شركة وايت لاين ستار، بالإضافة إلى أن عدم وجود تأمين على سفينة أولمبيك. يعني عمك جي بي مورغان كان على المحك وشركته كانت جريبة من الإفلاس. فبعد الحادث اجتمعت الإدارة عشان تدور فكرة تنقذ فيها الشركة. فطرت عليهم فكرة تبديل سفينة أولمبيك بتيتانيك، علما بأن التيتانيك لديها تأمين ضخم ممكن أن يغطي تكاليف والفواتير للشركة وينهض بالشركة من جديد. وما كان في أحد في الشركة يعرف هالفكرة إلا أربعة أشخاص فقط. الأول بروس إزمي رئيس شركة وايت لاين ستار، الثاني أبو شنب مالك الشركة جي بي مورغان، الثالث توماس أندروز اللي هو كبير مهندسين السفينة، واللورد بيري اللي هو رئيس شركة هالاند أند وولف لبناء السفن، وبدأوا تنفيذ الفكرة. تبديل سفينة أولمبيك بسفينة تيتانيك الجزء الأول. أكشن. أول شيء سووه بدلوا أرضية أولمبيك، خلوها تشابه أرضية تيتانيك لأن المفروض سفينة أولمبيك جديدة وما حد دخلها من قبل، فغطوا آثار الأقدام. ثاني تبديل في السفينة، تبديل سفينة أولمبيك بسفينة تيتانيك الجزء الثاني. أكشن. بدلوا الاسم اللي موجود على ظهر السفينة، شالوا أولمبيك وحطوا تيتانيك، وشالوا تيتانيك حطوا أولمبيك. وأي إنسان يتمشى عند الميناء ويشوف السفينتين ما راح يقدر يفرق بينهم إلا بالاسم فقط، لأن السفينتين جدا متشابهين مع بعض. بس في خدعة بسيطة ممكن الواحد يفرق بين سفينة أولمبيك وبين سفينة تيتانيك، من خلال النوافذ في الطابق سي. في أولمبيك النوافذ ضيقة ومو متساوية، بس في تيتانيك واسعة ومتساوية. انزين ما علي ما علي، اوكي يمكن انت ما بتصدق النظرية الحالية. انزين شي اللي يخلي شركة تحط اعلان عن رحلة بحرية بسفينة اسمها تيتانيك، بس الصورة الاصلية اللي موجودة في الاعلان هي سفينة اولمبيك وليس تيتانيك؟ اوكي ما في مشكلة، بعطيك شيء ثاني. تذكر الاشخاص الاربعة اللي ذكرتهم لك؟ ايه بوشانا برابعة، هذيل الاشخاص القوا حجزهم من الرحلة قبل 24 ساعة من انطلاق الرحلة. ها اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ في كتاب اسمه تيتانيك اور اولمبيك ويتش شيب سانك، يعني تيتانيك اور اولمبيك اي سفينة غرقت، للكاتب بروس بيفريج. بروس بيفريج شرح الموضوع بالتفصيل بكل القطاعات الموجودة، قطاع التجارة، قطاع الصناعي، قطاع السياحة، لدرجة انه راح لبيوت العاملين وتكلم معاهم وعرف عنهم معلومة انه تقريبا اكثر من 50 عامل الغى حجزة من الرحلة قبل 24 ساعة، لانه كان عارف ان هاي السفينة هو ما اشتغل فيها، وكان عارف ان هاي السفينة مدمرة وبدنها تعبان، فممكن في اي رحلة تغرق. يعني ما اقتنعت لحين؟ خلاص انا مضطر اني انزل لك الكبيرة. عايز الكبيرة بقى؟ حجيب لك الكبيرة، حنزل لك الكبيرة. نزل الصورة يا ولد. شوف تابع معاي، صورة واحد، صورة اثنين، صورة ثلاثة واربعة وخمسة. الصورة الاولى خذوها من حطام السفينة في المحيط الاطلسي، الصورة الثانية حولوا الصورة الى ابيض واسود، الصورة الثالثة شالوا فريم او بدن السفينة وخلوا بس الشادو او ظلال النوافذ، وقارنوها مع صورة رقم اربعة وصورة رقم خمسة، اللي هي رقم 4 حق أولمبيك ورقم 5 حق تيتانيك. وعندك الوقت الكافي انك تقارن صورة رقم 3 بصورة رقم 4 و 5. ها اي واحدة اجرب الثانية؟ يا جماعة اي احد بيشوف الصورة بيقول رقم 3 تشابه رقم 4 جدا، وهاي اكبر دليل يدعم النظرية ان السفينة الغارقة هي أولمبيك وليست التيتانيك. اوكي ما علي. واحد قاعد يقول لي ممكن تكون قضاء وقدر، صح هي قضاء وقدر، بس في شيء يدعم النظرية اكثر. الكابتن او القبطان اللي كان موجود على السفينة حزتها اسمه ادوارد سميث. في بعض الناس تقول انه هو كان متآمر مع الشركة نفسها، لانه اصدر امر في زيادة السرعة في المحيط، علما أن الأرصاد حذرته قبل يومين من الرحلة أن ممكن يكون في جبال جليدية، بس هو ما اقتنع في كلامهم
وأصدر الأمر للطاقم أنهم يزيدون السرعة، وسرعة السفينة كانت سبب أنهم ما يقدرون يتفادون اصطدامهم في الجبل الجليدي. وأخيراً هاي كل النظريات اللي تدعم المؤامرة أن السفينة الموجودة في قاع المحيط هي أولمبيك وليست تيتانيك، ولك الحق تصدقها وتدعمها أو لا. وشيء ثاني أن أعمار الناس مو لعبة، وأن الفلوس عمرها ما عملت راجل. الفلوس تنحط في اليوتيوب، عطني لايك وسوي سبسكرايب وانتظرني في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هني ها في شيء أحمر بس ترقل. أوكي شكرا. سوي أوكي سوي الحين طق.